إذا كان قلنا أن الرئيس قيس سعيد يؤمن بالحرية، علاش اليوم لا يسارع في القضاء؟ إذا كان قلنا ما يؤمنش بالحرية عفوا، علاش لا يسارع بالقضاء على معارضية رغم التهم الثقيلة اللي كل يوم تقريبا يحكي بها؟ علاش مش حاضر وقال أنا عنده صواريخ ومرتبهم ولا لا؟ الصواريخ مازالت مش حاضرة للانتلاء، وثم مصلحة قيس سعيد في تطويل عمر هذه المعركة ربما اللي هو قادر أن لا، إذا كان العباد تسلم له كما تو ما فماش داعي باش يستعمل القوة. إذا العباد مسلمة تو فما إنسان ينجم يحكم أون بي، معناه ما عندوش مشاكل، ويقوم يستعمل العنف في الوين ما نعتيش. أما هو يحضر روحه لأنه يعتبر أنه توانسة عندهم ذاق وش معناها حرية، وماذا بيهم يبقوا عرا، ممكن ياسر يدافعوا، ممكن ياسر ما يقبلوش الذل والمهانة. يعني أنت تقبل أنه واحد يجيك لدارك ويقولك لا نقسم معك الدار؟ هو بن علي وقت يفتح ما وقت ولا يقسم مع أي رجل أعمال، أعمال مع أي ملاك أرضه وأحيانا ننساه. نعم هكا ولا لا؟ نعم. أنت غدوة ما زلت تنجم تحكم في حشد يتصرف كما قاعد يتصرف في لبنان، كما قاعد يتصرف في العراق، وصل الجيش العراقي يغسل في رجلين الحجاج اللي يجوا من إيران، وصل الجيش المصري يبيع في البطاطا وفي الفقوس، وصل الجيش اللبناني، الجيش اللبناني يحمي في بيع المخدرات. تقبل هذا؟ يعني فما تونسي يقبل هذا؟ اذا فما تونسي يقبل هذا ما عندوش مشكله ولازم يحكم سون بروبليم. اخي القذافي كيف حكم؟ خلي القبائل تتقاتل وسلحهم الناس الكل، وهي تونس توا ليبيا توا في الوضعيه هذه. اذا احنا ماشيين لهذا، اذا احنا ماشيين لهذا يا خيبه المسح. إيه بهذا المعنى دكتور كأنك تقدم في قيس سعيد بأنه رجل ذكي جدا، إذا كان يعمل على يحكي على التناقضات وتحكي على ما هوش هو إذا شكون يفكر القيس سعيد اللي جابوه يعني ما زالت لحد الآن ثم غرف لتخطيط سياسات قيس سعيد، وقيس سعيد هو واجه لهذا الانقلاب اللي جابوه اللي قلت لك أنا نعرفه شخصيا وقعدت معاه وتحدثت معاه، تحدثت معاه في القانون وتحدثت معاه في السياسة، تحدثت معاه في القانون وفي السياسة في تونس وفي دار هون. نعم خلينا ونعرف انه السيدة دايا محدود الافق الى اقصى غايه تماما كما لينين اللي معاه ما سمعتوه، معناه انسان ثقافته بدائيه نتاع تلميذ مازال ما خداش البكالوري، مازال ما خداش البكالوري بح. لكن الناس لقاو فيه عكس الموجود، يعني يظهر كأنه متعالي، كأنه بعيد على الماديات، بينما أنا بينت أنه سارق، لأنه الأستاذ اللي يقري في الجامعة شهريته مقسومة على ثلاثة، الثلث أجر الدروس، والثلثين أجر إعداد البحوث متاعه وتسيير الطلبة، هو ما عمل حتى بحث وما ينجمش يسير الطلبة، وإذا كان سير الطلبة فهو بالقوادة مش بالعلم. لانه باش يسير الطلبه يلزم يكون عنده دكتوراه، هو ما عندوش دكتوراه ما ينجمش يسير. نعم خلينا نحكيوا على غرف المظلمه اللي قاعده، يعني باش تعرف واضح يعني النظافه هذه اللي نسبوها له كذبه. نعم والعلم بالقانون كذبه والدين كذبه، والدليل انه ما عايش لا يصلي لا يصوم، الله اعلم من الراجل كان كل جمعه يتعارك في جامع من جوامع تو ما عاش نروه لا في الجامع، حتى في الجامع اللي بحذاه ما عاش نروه. خلينا نحكيوا على المنظومه الدوله العميقه اللي كنت تحكي عليها واللي هي تساند فيه داخليا، واللي قلت ربما هي من الجهات المخططه لسياساته. مش تساند فيه حبا فيه، لان هي اللي باش تورث التركه. انا قلت وقت الفلاح يفلس باش يبيع لشكون؟ لكن هالصراع هذايا ما بين المريديه وحواريه اليوم اللي نشوفه يلزم تحليل اقتصادي للبلاد. انهارت اللي طاح التعاضد ويعرفوا اللي هو باش يطيح وطيحوه وقت اللي ما حبش يطيح، شكون استفاد من التعاضد؟ الشعب ولا اللي شراو اراضي الشعب اختفى؟ اراضي الشعب نعم. نفس الشيء في الشركات وفي التجاره وفي الارض وفي كل شيء. هذا متعرف افلاطون كتب كتاب على السياسه يبين فيه ان السياسي كما الصياد،
السياسي كما الصياد يدرج ونستنى الفريسة باش يصطادها. هذاكم السياسيين، هذاكم اللي يسيروا في الدولة العميقة، يستناو في الفرصة. مش هو اللي عنده صواريخ، هم اللي عندهم الصواريخ. وقتاش باش يفلس المعمل الفلاني نشريوه بلاش، الشركة الفلانية نشريوها بلاش، الأرض الفلتانية ناخذوها بلاش. إذا دور قيس سعيد ما زال اليوم حسب هذه المنظومة طبعا ما زال مفروض أن يقوم بدور آخر تطلب طبعا 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 طبعا. وأنا ضربت مثال النبي اللي ميت وقعد شاد في العصا حتى اللي العصا كلاتها الدابة فتح كيف كيف هو كيف كيف.